مرحبا. اليوم وصفتنا بتوقع انه كل الصبايا بيعرفوا يعملوها، بس اليوم رح اعلمكم اياها بطريقتي انا وهي الفوتوتشيني. خلينا نبلشها مع بعض. المقادير: علبة فطر طازة، معلقة كبيرة ثوم مهروس، 2 معلقة كبيرة زبدة، 3 كوب كريمة، باكيت معكرونة فوتوتشيني، كوب جبنة بارميزان، نص معلقة صغيرة جوزة الطيب، ملح وفلفل حسب الرغبة. بداية بدنا نقطع الفطر لأربع، بعد هيك بطنجرة على النار منحط الزبدة ومنزيد عليها الثوم المهروس ومنقليهم مع بعض، بعدها منزيد الفطر ومنخليه يتحمر، منزيد عليه الفلفل الأسود، الملح وجوزة الطيب. بعد هيك منزيد الكريمة وبس تغلي منضيف جبنة البارميزان، وأخيرا بدنا نزيد المعكرونة المسلوقة ونقلبهم مع بعض. بهيك وصفتنا بتكون جاهزة، بتزينوها بجبنة البارميزان، وأنا متأكدة إنها رح تعجبكم. استنونا بوصفة كرفانية جديدة.